في فيديو النهارده هنعمل 50 خرافه في 5 ساعات. شديد اول خرافه اللي ممكن تتفرج على الفيديو ده كامل. هنشوف لو يوسف ممكن يشد الملايه تحت الحاجات دي من غير لما الحاجات دي تقع. يلا يوسف. لو قفلت حاجه وين؟ نطيت الميه وبطنك هتفرقع. مفيش حاجه حصلت. لو انت اتبليت هتعيا. هنشوف في اخر اليوم لو دي حقيقه. الخرافه اللي جايه ان انت مش هتعرف تمشي وعينك مقفوله في خط مستقيم. جماعه مبلول موت والجزمه لسه جواها ميه. المهم يوسف هيفضل يمشي في خط مستقيم لغايه لما يوصل للراجل ده. افضل ماشي في خط مستقيم. جو. الخرافه دي حقيقه. واحنا بره دلوقتي يا جماعه غير اني عشان انشف عشان اعطس. الخرافه اللي جايه انك مش هتعرف تعطس وعينك مفتوحه، ولو عملت كده عينك هتطلع بره. فتعال نجرب الخرافتين دول. ازاي؟ جايه دايما بعطس وانا باصص على الشمس بس مش عارف ليه دلوقتي. ايه لسه فاتح عيني ومفيش حاجه حصلت. الخرافتين غلط. الخرافه اللي بعد كده ان الجزر بيقوي النظر. انا كاتب في ثانيه بص يا يوسف، انا كاتب في الورقه دي حاجه. كاتب يوسف حيوان. المهم كاتب في الورقه دي حاجه، هقف هناك ويوسف هيقف هنا وهيبص عليها وهياكل قطمه من الجزر، بعد كده يشوف الورقه وهنشوف هيعرف يقرا ولا لا. اوكي يوسف عرف يقرا فانا سخرت الخط شويه. يوسف دلوقتي شايف؟ ماشي خد قطمة من الخيارة دلوقتي. الخرافة هبل، الرمل مع النار بتقلب ازاز. تعالوا نشوف لو الخرافة دي حقيقية. لونها بدأ يتغير. ايه ده؟ ليه بتفرقع؟ دي الانفجار. ما اعرفش ليه بتفرقع. دلوقتي بدأت تسود. يا جماعة الولاعة ساحت. يلا نكمل. ماشي انا بقالي حبه بولع. مفيش اي اثر للازاز يعني، وكمان الجزمه لسه بتطلع ميه. الخرافه دي هبل. في خرافه انك مش هتعرف تكسر البيضه بايد واحده. في خرافه انك مش هتعرف تكسر البيضه بالباي بتاعتك. واحد اثنين ثلاثه. الهبل ده. لا نضحك. انا بتاعتي غلط عشان فعلا عرفت اعملها، ويوسف بتاعته صح فعلا ما عرفش يكسر البيضه. لو حطيت البيضه في الخل وجيت بعديها بكام ساعه القشره هتتشال. فاحنا هنيجي كمان ساعه ونشوف لو الخرافه دي صح ولا غلط. يا جماعه بصوا البيضه في الخل عماله تعمل فقاعات وحاجات، اقسم بالله بدات تبقى طريه والله العظيم من هنا بالذات. لو حطينا الشوكه في الميكرويف الميكرويف هيفرقع. 15 ثانيه عدوا ومفيش حاجه حصلت. هبل. حاجة كمان لو حطيناها في المايكرويف هتصغر. أي كيس شيتوس أو أي كيس حاجة كده. شيتوس شيتوس. أي كيس دوريتوس أو أي كيس شيبسي أو كده ما تخافش يا يوسف هتصغر حجمها. فإحنا هنشوف دلوقتي إيه اللي هيحصل. هتلاقي بتوقع جوه. يا نهار أبيض. محدش يعمل كده في البيت. هو فعلا صغر حجمها. انا شفت فيديوهات كتير على كده صغر حجمها وساعتها هي عدتها زياده من المدرسه عشان كده حصل كده. محدش يجرب كده في البيت. وادعوا لي يا جماعه عشان لو اهلي شافوا الفيديو ده ما كنتوش هتتفرجوا على الفيديو ده يا بابا وماما. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. يا جماعه بعيد عن انها اتحرقت هي فعلا صغرت، ففعلا الخرافه دي حقيقيه. تالت حاجه نحطها في الميكرويف، بيقولوا لو حطينا مارشميلو في الميكرويف حجمهم هيكبر. احنا نشوف لو دي حقيقه ولا هبل. يا رب بس ما يطلعوش زي زي كيس الدوريتوس اللي طلع صغار قوي. تخيل لو حجمهم صغير حجمهم بيكبر. جد؟ انا واقف دلوقتي. اوف حجمهم فعلا كبر. الخرافه دي حقيقه. هنشوف لو يوسف ممكن يشد الملايه تحت الحاجات دي من غير لما الحاجات دي تقع. يلا يوسف. الخرافه دي هبل. دلوقتي هنحط الازازه دي في الفريزر ولما تتلج المفروض اول ما نعمل كده كلها تبقى تلج. هنرجع تاني ونشوفها. المفروض لما نولع ورقه الشاي تطير. يلا. هبل.
ايه ده؟ ايه ده؟ طلعت حقيقة. حقيقة. انت ممكن تفتح ازازة كوكاكولا بالسكينة. واحد اثنين. واحد اثنين ثلاثة. اوه اللبن بيخلي كوكاكولا شفاف. يا مشروع عشان هي تفور. ممكن ممكن يوسف بيقول ان القطع كلها مفروض تنزل لتحت ومية البيبسي نفسها او كوكاكولا هتبقى شفافة. هتبقى مية بقى فيها. فنسيبها كده خمس دقايق ونرجع لها. طلعت هبل. خرافه كمان ان انت لو خبطت الازازه من تحت المفروض تتكسر. واحد اثنين ثلاثه. ياها برضو هبل. مش قادر. خرافات كتير. عايز انام. زين. شكرا يوسف. انا جاي فوت. الخرافه دي حقيقيه. لو ضربت بالقلم بتصحى. بقول لك انت ضربتني جامد. لو اكلت قرفه مش هتعرف تبلعها. اشرب ميه بسرعه. اشرب ميه حقيقه. لو اكلت موزه وشربت بعد كده سبرايت المفروض هترجع. فهنجرب دلوقتي. فهي طبعا بوصل حمد. بس بطني وجعتني قوي. بقول لك ايه، انا موبايلي فصل معاك باور بانك مش شغاله. برضه مش شغاله. برضه مش شغاله. مش حقيقه هبل. مفيش حاجه من الحاجات دي بتشحن الموبايل. لو رشيت سبراي على ولاعه هتعمل مسدس نار. حقيقه محدش يعمل كده في البيت. لو ولعنا البالونه فيها ميه مش هتفرقع. عندك احساس انها تعمل؟ اه. الحمد لله. اتخرمت. طب ماشي. حقيقه هتشوف لو اللبن فعلا بيقلل من حريق اي حاجه حاميه ناكلها. دي كارولينا ريبر اكتر فلفل حراق على شكل جيلي بين. يوسف دلوقتي هياكله. ما انتش ينفع تاكلها كلها. بسرعه. عمل حاجتي. هبل. انت كويس؟ بيدور على تلج. هنشوف بقى لو التلج فعلا هيعمل حاجه. التلج عمل حاجة؟ بجد؟ يبقى التلج حقيقة. اوكي. ثلاث ساعات عدوا. اوف. جماعة بصوا القشرة فعلا اتشالت. بصوا البيضة بقت اكن مفيش قشرة خالص. الهبل ده حقيقة. استنى يوسف يوسف يوسف. هبل. الموز مش بيزحلق. ما تسمعوش كلام الكرتون. المفروض الكوباية اللي فيها مية ما تولعش. تعال نشوف الحته اللي ما فيهاش ميه. دي الحته اللي ما فيهاش ميه. دي الحته اللي فيها ميه من اول بالظبط. اول لما النار بدات. الخرافه دي حقيقيه. الخرافه ان لو حطينا زيت على البالونه وحطينا حاجه حاميه عليها ما تفرقعش. حمد يلا بسرعه بقى نخلص عشان فاضل اقل من ساعه. لو زعقنا جامد قوي على كوبايه الازاز دي المفروض هتفرقع. واحد اثنين ثلاثه. هبل. عمر ما الكروكس بيتقلب. هيا يلا بسرعه. يوسف السكر بيخليك هايبر. حاسس ان انت هايبر؟ هيا المفروض لو حطيت مناديل فوق الكوبايه وقلبتها المايه مش هتنزل. هنجربها في يوسف. لا طلعت حقيقه. هي بتنزل بس حتت صغيره. بس هي حقيقه. هتعرف ترمي سكوعك من سلم؟ سلم
تعرف؟ هبل، طب تعرف تلمس مناخيرك بالسلام؟ أنا بعرف. أنا بعرف، لا ما تلمسش بالسلام، كده. أيوه، وأنا. حقيقة. حقيقة لما تتاوب جنب حد بيتاوب. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ لو حطيت ميه في كيس وحطيت قلم كان ما كانتش هيتخرب ومش طالع ميه، كانت القلم هيفضل جوه بس. بس طلعت تبقى دي هبل. يوسف بتعرف تكوي ورقه اكتر من 7 مرات؟ لو عملت اكتر من 7 مرات هديك اي حاجه. اي حاجه انت عاوزها هتجيبها. ماشي، 1 2 3 4. مش كده هو فاكر اللي هي ممكن تتحل. 5 6. يا انت مش هتعرف تعمل 7 كمان؟ 7. قابلني بقى لو عرفت تعمل 8. قلت 7. لا انا قلت اكتر من 7. خلاص استسلم بقت يا جماعه عامله زي الحجر بالظبط. حقيقة بعد ما طلعنا الازازة بعد 3 ساعات في الفريزر هنشوف لو هي هتتحول لتلج ولا لا. لسه مية. هبل، ورقة ال 10 جنيه عمرها ما هتتقطع. تعال نجرب. ايه الهبل ده؟ بردور وبرين. حقيقة ممكن تولعوا شمعة من بعيد. مش حقيقة هبل. الليمون بيشيل الحبر. هبل. يلا بسرعة فاضل أقل من 25 دقيقة. دول بس تعرف لو أنت بلعتهم هيبقى في شجرة في بيزك. دوقها كده ابلعها وقول لي لو حاسس بحاجة. هبل. الخرافه اللي جايه دي اقوى خرافه وهي انكم تحاولوا تدوسوا اللايك والسبسكرايب في نفس الوقت. شوفوا لو هتعرفوا تعملوها واكتبوا لي في الكومنتس لو هي حقيقه ولا هبل. دلوقتي عملنا كوبايتين وما بينهم خيط. انا هتكلم في الكوبايه دي ويوسف هيحط كوبايته في ودانه وانا هتكلم بصوت واطي قوي وهنشوف لو هو هيسمعني ولا لا. جاهز؟ ماشي. شدها و سمعت؟ يوسف ده مجنون؟ حقيقة أنا كنت مش متخيل إن هي هتكون شغالة والله. شوف يوسف دلوقتي بيقطع البصل. هنشوف لو هو هيدمع ولا لأ. المفروض البصل هيخليك تعيط. يا راجل يا جماعة. فعلا حقيقة البصل بيخليك تعيط. أهو بصوا يا عيني. معلش يا يوسف. اللي بعده عشان خلاص فاضل 5 دقايق. بسرعة يوسف. مش وقته. دلوقتي اقول لكم نتيجه لما وقعت في الميه فعلا تعبت قوي، ظهري وجعاني ومناخيري سايبه، فدي حقيقه. دلوقتي اخر خرافه، انا هنام على البيض. ليه دي اخر خرافه؟ انا هخرج باللبس ده، فلو نمت على البيضه وكسرت انا هتسوح. فهو نايم عليه وما اتكسرتش. حقيقه فعلا البيضه مش هتتكسر لو انت نمت عليها وتحتيك مرتبه. ده اخر فيديو يا جماعه. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان انا عملت 50 خرافه في 5 ساعات بس. واشوفكم في الفيديو اللي جاي.